السادسة من تظاهرات الصحراوية اللي هي هذا العام كان عندها واحد إشعاع كبير من ناحية الإعلامية لا الدولية لا المغربية ومنها من المشاركات ديال المنافسات اللي جاوا من دول مختلفة ومن دول العالم لا من دول إفريقيا سنترال ولا إفريقيا لا من أوروبا ومن المغرب من لي ديفيرونت ريجون وحتى من وعندنا مشاركه قويه ديال البنات وانا مفتخره بزاف لان بنات الجنوب راهم جاو ثانيين في المرتبه دونك كانوا لا دوزيام بلاس ولكن هذا ماشي غير جا هكذا وخذوا المكانه الثانيه في الكلاسمون لان كان واحد العمل اللي تقام مده 3 شهور مع جمعيات فوسب اخرى باش نوجدوا بنات الجنوب من قلميم والداخله والعيون والحمد لله اليوم في المرتبه الاولى كاينين فرنسيات في المرتبه الثانيه كاينين مغربيات وفي المرتبه الثالثه كاينين افريقيات من افريقيا الوسطى وهذا تيبين بان احنا عندنا واحد الصحراويه ولا عندها واحد الاشعاع عالمي لان مثل اوروبا مثل المغرب ومثل حتى افريقيا الوسطى واللي بغيت نقول هو من ناحيه التضامنيه هاد الجمعيات هاد المشاركات كلهم جايين من اساس تضامن مع الجمعيه ديالهم وغادي يمشيو بواحد المبلغ اللي غادي يمكن لهم يمكن الجمعيه باش تقوم بواحد العمل اللي غادي يعاونوا فيه حيت ما بقيتش عاقله شنو هما الجمعيات اللي تيدافعوا عليهم ولكن كل وحده غادي تعطي واحد الامكانيه للجمعيه ديالها باش تزيد القدام وراكم شفتوا معنا لي مارين ديالنا كعيشه شنا وحنا دائما مرتبطين بلاكوز ديال لا لوت كونتر لو كونسير دو سان و اون ميم طون عندنا ممثلات فرنسيات معروفات ومشهورات اللي هما جاوا باش يهضروا على التضامن يهضروا على الداخله ويعطوا اشعاع كبير لمدينه الداخله والحمد لله في هذا الاسبوع كله وهما راهم في انستغرام وفي لي ستوري وفيسبوك تيهضروا على مكانه الداخله في هذا الجنوب الرياضي وفي الجنوب حتى السياحي لان بينت لهم بان الداخله مدينه مؤمنه والداخله مدينه اللي يمكننا نعملوا فيها ديزيفينمون اكبر مستوى في العالم. مبروك البنات الفوز ديالكم بالمركز الثاني في سباق الصحراويه، شنو كيعني لكم هذا الفوز؟ حنا فخورات بزاف اننا مثلنا المراه الصحراويه واحتلينا المرتبه الثانيه في المسابقه ديال الصحراويه ومسابقه دوليه و كنشكر فونداسيون فوسب اخرى على الدعم ديالها وكنشكر طريق المليح وفاطمة الزهراء بو نافع على التحفيز ديالهم والدعم ديالهم حتى وصلنا لهذا الفوز. كيمثل لكم هذا الفوز؟ كيمثل لنا اننا مثلنا الجمعيه ديالنا هي جمعيه ديال عيشه الشنا وحنا فخورات اننا مثلنا المراه الصحراويه احسن تمثيل.